إذا بسم الله عليه نتوكل وبه نستعين ومنه نطلب التوفيق والنجاح والسداد في الأمور كلها. انطلق في هذه اللحظات شوطنا الثامن ويحمل هذا الشوط الثنايا والحيل على أرضية هذا الميدان لأنطلق مباشرة. أذهب مع أول المنطلقات هناك لأرى اللي في الصدارة اللي في المقدمة، هذه الشاهينية لفهد بن راشد بن سلعان مع مقدمة هذا الشوط، تليها على ثاني المراكز حربة لفهد بن طالب بن عقيل مع حربة في ثاني المراكز. واللي في ثالث المراكز واصلة في هذه اللحظات هذه الغزية لناصر بن عبد العزيز آل حفيظ. رابع المراكز يبقى هناك مع شواهين لفهد بن راشد بن سلعان. هذه إذن إذاعتنا للمراكز المتقدمة. أعود والعود أحمد إلى صدارة الشوط، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، أعود لأرى هناك اللي غيرت، لأرى اللي غيرت مجريات الشوط. هذه الغزيل لناصر بن عبد العزيز آل حفيظ بدأت تنطلق، بدأت تباعد المسافة بينها وبين بقية المشاركات اللي في ثاني المراكز. ثاني مراكزنا حربة لفهد بن طالب بن عقيل، من تبحث على أن تكون رأس حربة في هذا الشوط، رأس الحربة ولكنها في ثاني المراكز هناك ترقص وحيدة في ثاني المراكز. ثالث المراكز أرى الاندفاع هناك والقدوم من جانب اللي في ثالث المراكز الشاهينية لفهد بن راشد بن سلعان في ثالث المراكز، وتحمل الشاهينية شعاره هناك. اللي في رابع المراكز هناك شواهين لفهد أيضا بن راشد بن سلعان. هذه إذاعتنا الثانية للمراكز المتقدمة. أعود إذن والعود أحمد مع الصدارة، أذهب مع القيادة، أذهب مع الريادة هناك لأرى من لا زالت تسيطر على زمام الأمور سيطرة تامة هناك. هذه الغزيل لناصر بن عبد العزيز آل حفيظ، الله يا الغزيل ترقص وحيدة في المقدمة، لا أحد يرافقها، وحيدة في الصدارة، وحيدة ذاهبة للناموس باحثة عن الفوز. الغزيل بدون أي مضايقات مسيطرة تمام السيطرة على المجريات، الله يا الغزيل لناصر بن عبد العزيز آل حفيظ. ولكن بدت المضايقات تصل، بدت الضغوطات تصل، أرى قدوم الشاهينية في هذه اللحظات لفهد بن راشد بن سلعان على ثاني المراكز منطلقة بهذا الأداء الجميل. الله يا الشاهينية، بعدما تجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير مع الشاهينية، إذن هناك الشاهينية جاوزت، بدت تنطلق الشاهينية، راحت الشاهينية، أطلق لها العنان على أرضية هذا الميدان. الشاهينية هناك إذن في الصدارة في المقدمة لفهد بن راشد بن سلعان، تبحث عن الناموس لتهديه لمالكها هنا في هذا الشوط، شوط الثنايا والحيل، وهو شوطنا الثامن. إذا في هذه الشارة، شارة قروب عمالقة الهجن، انطلق إذا مع العملاقة هذه اللي في المقدمة، هذه الشاهينية لفهد بن راشد بن سلعان، شعار بن سلعان متميز في هذا الصباح. اللي في ثاني المراكز هناك وما قصرت، واصل على ثاني المراكز الغزيل لناصر بن عبد العزيز آل حفيظ، كانت آخر المنطلقات عند البداية وها هي الآن قادت الشوط لأكثر من كيلوين وهي الآن في ثاني المراكز. أما أول مراكزنا نعود إليه، نعود إلى الشاهينية. الشاهينية إذا لفهد بن راشد بن سلعان قامت راس في هذا الشوط، والآن ها هي تعود لمركزها، ها هي تعود لموقعها الصحيح، لموقع الفوز، لموقع الصدارة، لموقع الناموس. الله 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 الله، وتحياتي لموقع الناموس، وتحياتي وألف مبروك لمالك الشاهينية فهد بن راشد بن سلعان على انتزاع الشاهينية هذا الشوط. تهانينا له والناموس اللي في ثاني المراكز الغزيل ناصر بن عبد العزيز آل حفيظ. ثالث مراكزنا هناك حربة لفهد بن طالب بن عقيل. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 52 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين.